الو الو نعم دكتور الو حسنين نعم دكتور نعم اذا ممكن اوكي سعد دكتور احمد الشمري كوهوست واسراء نجم كوهوست دكتور احمد الشمري موجود رابع اسم قدامي والله شفت دكتور بعد دكتوره اسراء ممكن ترفع ايدها اسراء اذا ممكن ترفع ايدك دكتوره هاي شفتها دكتور اوكي رفع ايدها اوكي بسم الله الرحمن الرحيم السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم أجمل ترحيب في ورشة العمل لهذا اليوم This workshop will be held by Zoonotic Disease Research Unit in collaboration with the Experimental Therapy Department Iraqi Center for Cancer and Medical Genetic Research Mustansiriyah University This workshop, entitled Anti-Cancer Drug Discovery and Development Preclinical. The lecturer will be Assistant Prof. Dr. Ahmed Al-Shammari and Dr. Israa Al-Ibadi. Welcome, Dr. Ahmed. Welcome, Dr. Israa. أخوان, عندي بعض الملاحظات قبل أن تبدأ دكتورة إسراء بعرض المحاضرة. راح في نهاية الورشة يعني أثناء الدسكشن راح يلا نعلن رابط التسجيل لسبب بسيط أنه في المرات القادمة وخصوصا يوم أمس كانوا الحاضرين 186 أو 183 لكن الاستمارات المسجلين 400 وكسور وهذه طبعا تعتمد على أمانة الناس اللي معانا حقيقة أخوان أتوسم بكم الأمانة أنه الرابط يبقى فقط للشخص المشترك لا تسوي له شير إلى أي جهة أخرى أرجوكم فقط الشخص المشترك يسوي شير يسوي يملي الاستمارة ولا يسوي له شير إلى أي جهة أخرى رجاء أخوي لذلك راح يكون التسجيل في نهاية المحاضرة وأثناء الديسكشن الآن تتفضل الدكتورة إسراء إذا جاهزة أن تسوي شير للبرزنتيشن لها وتتفضل بعرض المحاضرة شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور جبار First of all, good evening everyone First of all, I would like to thank everyone to attend for giving me the opportunity to present my lecture Now I'm going to start my presentation. Doctor, sir, share the screen. واضح؟ نعم موجود الشير لكن كبري نعم. هو إن شاء الله بس أرجو إنه ما يصير شوية تشويش على العرض لأنه لما نصير رسائل هواية راح شوية جزء من الشاشة يروح عندي. لأتمنى الشات تكون بالنهاية أوكي إن شاء الله دكتورة بس ما لخصتش دكتورة تمام. دكتورة ولا زحمة تفضل الشير سوي بس الباوربوينت ليش مسويت الحاسبة كلها والله دكتورة أطلع عند الباوربوينت هسه ولا زحمة عليك لا ما مشكلة أسده يعني أغلق نهائي سدي ألغي الشير النزوم تمام نعم لغيته هسه دكتورة هسه افتحي الباوربوينت قبل الشير لحظة بس دكتورة افتحي الباوربوينت وبعدين سوي شير بس للباوربوينت اختاري بس الباوربوينت بالشير هسه فتحته اي هسه بالشير لحظه ما جاي يصير عندي لا دكتوره تحت البورد شير سكرين تطلع عندي بالشير سكرين اي شير سكرين راح تطلع عندك خيارات هواي واحده من عندهن اللي هو الباوربوينت مالتك تمام شكرا
هسه تمام، هسه عرض براحتك حتى لو رسالة تجي ما تظهر. تمام تفضلي دكتور. Sorry for this delay. First of all, I would like to thank everyone for giving me the opportunity to present my lecture. My short talk today will be about anti-cancer drug discovery and development preclinical. The outline of my speech is going to be about summary about cancer therapy, drug development, now it's real example for novel drug design and conclusion. بالحقيقة راح أعطي تعاريف مختصرة عن الدراج ديزاين وكانسر ثيرابي، لكن الفوكس راح يكون عن مثال حقيقي للدراج ديزاين اللي هو كان my PhD work على مود يعني الكلام اللي راح أقوله راح نطبقه عملية، راح يشوفون شلون طبقته بال PhD thesis مالتي وبالنهاية conclusion. So we move on to types of cancer treatment. There are many types of cancer treatment. The types of treatment that the patient receive will depend on the type of cancer and how advanced it is. Some people with cancer will have only one treatment, but most patients have a combinations of treatments such as surgery with chemotherapy and or radiation therapy. Main types of cancer treatment. Surgery. The first type of cancer treatment is surgery. Surgery is a procedure in which a surgeon removes cancer from body, while radiation therapy is a type of cancer treatment that uses high doses of radiation to kill cancer cells and shrink tumors. And the third one is chemotherapy, which is a type of cancer treatment that uses drugs to kill cancer cells. Chemotherapy is the only option for metastatic cancers where the treatment has to be systemic, while immunotherapy to treat cancer is a type of cancer treatment that helps your immune system fight cancer. And the targeted therapy, which is a type of cancer treatment that targets the changes in cancer cells that help them grow, divide, and separate. And hormone therapy, which is a treatment that slow or stop the growth of, for example, breast and prostate cancers that use hormones to grow. Stem cell transplant, which are procedures that restore blood-forming stem cells in cancer patients who have had their destroyed by very high doses of chemotherapy or radiation therapy. And finally, precision medicine, which helps doctors to select treatments that are most likely to help patients based on a genetic understanding of their disease. So the precision medicine is the most specific one. Anti-cancer drug development, the grand challenge. So the most frequently used chemotherapy drugs have been identified without a pre-existing knowledge regarding the molecular mechanisms of action of the drugs. The treatment options for the majority of epithelial cancers have not changed much. Despite vast investment in oncology, the translations of research advances into medicines that substantially improves the treatment of many cancers remain frustratingly slow. So there is an urgent need to continue developing novel anti-cancer drugs. Now I am going to move on to all essential steps involved in drug discovery and development process. First of all, we're going to define the anti-cancer drugs. What are they mean? The drugs which are used to control the growth of cancerous cells are called anti-cancer drugs. And they also called antineoplastic drugs, which are effective in the treatment of malignant or cancerous diseases. There are several major classes of anti-cancer drugs. These include alkylating agents, anti-metabolites, natural products, and hormones. Anti-cancer drug development. The process of bringing a new drug which controls the growth of cancerous cells into the market
after lead compound has been discovered with the process of drug discovery, it's called anti-cancer drug development. Overview and definition of anti-cancer drug development. Now the process will start. The complexity in drug development has increased manifold over the past 40 years, which requiring the first step is require preclinical testing, investigational new drug applications and completed clinical testing before marketing approval from the FDA, which is Food and Drug Administration. Generally, the new drug application or biologic license application are reviewed comprehensively before approval, and then drug performance is resubmitted to regulatory agencies for post-marketing studies. The overarching goal is to bring more efficient and safer treatments to the patients as quickly as possible after a thorough medical evaluation. Now, this flow chart shows the drug development process. From left to the right, start with the first step is the in vitro and in vivo testing. In vitro means the experiments which are carried out inside the lab using the cancer cells and ingredients to test the efficiency or to test the ability of any compound to kill the cancer cells. So we start from basic research, early discovery, which is called the third stage called preclinical. So we move from in vitro to in vivo testing. We test the effect of the drug on the cells, and later we test it inside the animals. IND applications, human testing. So we move from preclinical to clinical, which is called the clinical trials. Here we used to need volunteers, tens, hundreds, or thousands, which is called clinical development. حتى أوضح لكم هذه النقطة أكثر. يعني I am member of Lymphoma Association in UK. I used to attend their meeting and conferences. So when they are developing a new drug, they held a meeting and they ask for volunteers from cancer patients from lymphoma. And I found very impressive results for their drug discovery, and patients were fighting to get involved in these experiments. After that, NDA BLA applications, in which FDA review the results of all those experiments, and later they will either approve or not approve the drug for marketing. And after that, after marketing, the drug will be undergoing post-market monitoring, which is the stage called surveillance. What are new drug applications and biological license applications, which we mentioned in the previous slide? NDA is an application to permit the sale and marketing of a new drug in the United States. BLA, which is biological license applications, a request to introduce or deliver for introduction a biological product into interstate commerce. Like an NDA, a BLA should include all information about the biological product that was gained over development process and should demonstrate the biologic safety, purity, and potency. So the phases which the drugs will undergo. The first stage is discovery and development. The second stage is preclinical research. The third one, clinical development, and then FDA review, and finally, post-market monitoring. Now,
What we mean by discovery and development. Here we emphasize the main point in the discovery and development stage. First of all, we need to have a goal. What are our goal? My goal to find a drug similar to the classical drug, but it's different by not having the side effect of the first one, of the classic one, or to use a plant source to give us the same effect of the previous or of the classical drug. So the goal is so important to start our study, our experiments, or our development process. Target discovery and target validation, eliminating wrong targets. Later, lead generation and refinement. After we find our goal and we need to move on to the next process of validation, doing the experiments. Preclinical development, eliminate molecules and advanced molecules. Sometimes we modify the specific compound to give us better effect. Historically, drugs were mostly found by identifying active ingredients from traditional medicines or purely by chance. Afterwards, classical pharmacology was used to investigate chemical libraries, including small molecules, natural products, or plant extracts, and found those with therapeutic effects. Since the human DNA was sequences, reverse pharmacology has found remedies to existing diseases through testing. هذا النقطة راح أوضح لكم لاحقاً بالنسبة للLibraries اللي ممكن أن نسوي بها search عن new molecules and previous molecules. بالمناسبة يعني معظم الأدوية اللي موجودة حالياً ممكن أن يصير لها retest وأن ممكن أن كلها استعمالات أخرى. A summary of the FDA drug approval process. So early drug discovery, including target identification, validation, hit discovery, assay development and screening, high throughout screening, hit to lead, lead optimization. We mean by lead the drug or the compound which we chose. Then preclinical studies, which is include in vivo and vitro, ex vivo assays, ADME, proof of concept, drug delivery, formulation, optimization, bioavailability, dose range, finding, IND enabling studies, IND application. هذه كلها راح أوضحها لكم أطبقها لكم بالتجربة أو بالموديل اللي يطبق على PhD thesis مالتي. Clinical development, phase 1 healthy volunteer study, phase 2 and phase 3 studies in patient populations. هذا مو كل شيء احنا مهتمين به حاليا لان احنا حدنا اللي هنا preclinical. Clinical هذا من اختصاص يعني عادة ال health professionals, dose escalation, single ascending, multiple dose studies, safety and efficiency, pharmacokinetics analysis, bioanalytical methods development and validation, and later FDA approval, drug registration, and post-market monitoring, FDA adverse event reporting system pairs. عادة عملية تطوير علاج جديد تستغرق من 10 إلى 15 سنة وتستهلك مبالغ طائلة. راح شوية نتكلم عن anti-cancer drugs. There are three major groups of anti-cancer drugs. Cytotoxic drugs, which is the largest group consisting of alkylating agents, anti-metabolites, anti-tumor antibiotics, plant alkaloids, miscellaneous cytotoxic drugs. Hormones and hormonal antagonists, these are among the best tolerated chemotherapeutics because they target specific receptor and thus only specific cell type, for example, tamoxifen. Immunomodulators, immunostimulants, including interferon and interleukin, immunosuppressant. Example of novel leukemia therapy.
الآن سوف ننتقل إلى المودل of study or the example from my PhD. The principle of my drug will be emphasized in next few slides. Example of novel leukemia therapy. Acute lymphocytic leukemia is a malignancy of blood that arises from dysregulation of normal stem cells. Synthetic glucocorticoid hormones have been prescribed clinically for over six decades for different inflammatory conditions and treatment for ALL. The main glucocorticoids used in ALL treatment regimens are hydrocortisone, prednisolone, methylprednisolone, dexamethasone, and betamethasone. Therapeutic agents used in each phase of acute leukemia therapy. So we have three phases of ALL therapy, and dexamethasone or the hormonal therapy are in the first stage, which is called remission induction. Here, the mode of action of glucocorticoid. Glucocorticoids hormones, which is a synthetic one called dexamethasone, which is a drug of our study, is work through its receptor called glucocorticoid receptor. Glucocorticoid receptor found on the surface of the found in the in the target cells. When glucocorticoids enter to the cells, they dissociate glucocorticoid receptor from head shock protein. Later on, they activated the glucocorticoid receptor and the GR receptor dimer and move on to the cells. Inside the cells, BIM is activating. What is BIM and what is the role of BIM? BIM is playing a role in apoptosis. So the main action of glucocorticoids is through apoptosis. Apoptosis means programming cell death. So glucocorticoid therapy works through glucocorticoid receptor to induce programmed cell death, and later on called the leukemia cells. But these hormones are having side effects. What are the side effects? I have collected more than 12 side effects mentioned in specifically in the treatment of different leukemias and cancers upon treatment with the glucocorticoid. So one of those side effects: diabetes, adrenal suppression, skin thinning damage, osteoporosis, glomerular disease, myopathy, avascular necrosis, hyperlipidemia, hyperglycemia, hypertension, depression, gastric and peptic ulcers. So all those side effects are coming from what? From the mode of action of glucocorticoids. So the glucocorticoid work, we said, I have mentioned before, they are work through glucocorticoid receptors. Glucocorticoid receptor works through its target genes. It's induce either transrepression, mean downregulation of pro-inflammatory genes. This downregulation gives us the desired effect, which is the apoptosis, while same time it induces transcription, upregulation of transcription, which is lead to increase or upregulation of anti-inflammatory genes. This lead to or end up with the side effects such as hyperglycemia, diabetes, bone abnormalities, edema, depression. In my study, I suggested there is selective glucocorticoid receptor modulator, which is a compound, chemical compound, which is select GR to change GR receptor or modified to induce only transcription repression, but not the upregulation.
And later we have the, only this part, the right part of this mode of action, only this desired effect and not these side effects. In this part, I cover the aim of development of a new compound. So I have aim. My aim is to choose a compound or a drug which give us, which mimic glucocorticoid in their effect, but it's different or selective by don't having the side effect. So what are the glucocorticoid receptor modulator? They are the compounds that can bind GR and activate it to generate selective anti-inflammatory or anti-cancer effect separately from the adverse effects. There are many, more than 16 selective glucocorticoid receptor modulators are developed, but not all of them, or all of them are not enter the clinical trials because they are still under the preclinical stage and under developing. But the compound A, which I worked with, I think now it's reached the clinical stage because it's highly similar to glucocorticoid and is separate or dissociate the negative side effect. Now the model, the common model which I validated to use or to develop compound A. First of all, select chemical depending on chemical structure. So I tested not only one compound, but four compounds. Then check stability of the compounds by NMR, nuclear magnetic resonance. Then in silico experiment, which means computer modeling. Later on in vitro experiment, these in vitro experiment have been done in Russia. Cytotoxicity and effective dose, MTT. Sorry, the in vivo experiment have been done in Russia and in vitro experiment were done in GR lab in Manchester University. And effective cytotoxicity, effective dose, molecular Western blot, real-time PCR. Later on, I have to validate these results. That means I have to repeat these results in another occasions. After the final stage is the clinical trials. Clinical trials, not yet. The experimental design. I have designed these experimental designs. So I have cells, which is which we put it under the in vitro experiments, cells which are sensitive to glucocorticoids, cells which are resistant to glucocorticoids, and another cell type originated from animal, DT40 cells, chicken cell line, leukemia, and polymorph PBMCs, leukocytes, MCF7Bs, those are epithelial cell line. And the assay, to measure the cytotoxicity, MTS, MTT, A5, C4 apoptosis, ROS, also for apoptosis, Western blot, qPCR, ELISA to detect the effect on the target, which is a glucocorticoid receptor, and other targeted gene to check whether it's cause expression or repression to the genes of interest. And the treatments which I use in my experiment, dexamethasone, the classical treatment. So in every experiment for a drug design, we need to compare. We need to compare this drug with old drug or conventional drug. The conventional drug here is dexamethasone, while compound A is tested before me, but on to short extent. And those are new compounds never tested before. Tyramine hydrochloride, and another two compounds. After those are PHL, LPS, these are the citrus. I expose my cells to citrus to see the effect of citrus on these compounds.
The results of my study, I found some of these drugs are carcinogenic. So we need to do more experiments, to carry out more experiments and eliminate the drug which have bad sequels on the body. I said the first step to in drug development, we have to choose chemicals. The chemicals here have been chosen according to chemical structure, but here dexamethasone is the most stable one, which has four carbon rings and compound A one ring, and the others are similar in their structure to compound A. In fact, the person who chose these drugs, not me, scientists in chemicals, chemistry called John Hatfield. So he is the person who tested these compounds in his lab, chemistry lab, and decided to start the study on them. Examples of my results. So the primary results were quite different and weird. So these in vitro results for annexin 5 results. Annexin 5, which I done in flow cytometry. So the error bar, as long this everyone representative of three experiments. So as long as the error bar was quite big, I have to repeat it. So this was the first experiment, but later on the error bars was shorter. Here, an example of computer modeling. So the receptor, beige color, is the glucocorticoid receptor. And the purple is dexamethasone, which is normally combined to the glucocorticoid receptor. But the blue ones are the tested compounds. And I have to superimpose each one to the dexamethasone to check whether they are fit to the same residues in the receptor. So this step is so important because it gives us idea whether these compounds are bound to the receptor, and later on whether these drugs are or these compounds can be useful as a drugs and could be work as dexamethasone or glucocorticoid hormones. And this table represent NMR results because we need to see the stability of these compounds under normal temperature and under high temperature or low temperature. And we found that all those compounds are stable. هنا البيكتشر شوية مقربة. It been superimposed compound A with dexamethasone. ترتبط معظم المواضع الارتباط الـ interactions points via glucocorticoid receptor are similar. هنا تيرامين هيدروكلوريد هذا، وهنا هذا تمثل interaction points. الـ interaction كان a bit weaker than compound A. هذا الايمج يمثل ان NMR results، وهنا نشوف شلون التغييرات اللي تصير بالكمباوز. طبعا احنا التجربة لما نسويها لازم دائما عندنا كنترول يعني هنا نو ستريسرز، وبعدين نقارن الستريس كونديشنز ويا النو ستريسرز ونشوف اذا اكو تغييرات، وكل هنا كل خط هنا يمثل لنا ذره من ذرات الكربون. هذه النتائج هنا تمثل لنا المولكيولار ريزلتس. هذه كلها طبعا الخطوات نسويها، قلنا على مود نشوف هذا الكومباوند ان يصلح ان يكون دراج. فعاده احنا نقارن هذه فوق كلها التيست دراج ويا الدكساميثازون اللي هو يعتبر هنا كنترول، المفروض تكون النتائج متقاربه.
هنالك طبعا سوفت ويرز يساعد جدا في عمليه في موضوع الدراج ديسكفري فيرتشوال. يعني دائما من نقول التيرم اوف دراج ديسكفري يطلع ويا فيرتشوال سكرينينج. What do we mean by virtual screening? Virtual screening is a computational technique used in drug discovery to search libraries of small molecules in order to identify those structures which are most likely to bind to a drug target, typically a protein receptor or enzymes. إذن هي software تمكننا من اكتشاف هذه المولكولات الجديدة أو هو مولكول أصلاً موجود ونشوف الارتباط مالته مع التارجت اللي أنت يعني target of choice. هنا خليتكم useful links. طبعاً هذه أنا كلها يعني معظمها أنا مطلعة عليها وعلى دراية شلون كيفية استخدامها. بالنسبة سوزدوك هي the most useful one. يعني مكان ما أنت تسوي المولكولار دوكن مثل ما أنا سويت استغرقت بي سنة كاملة عمود أتعلم أفت شي كله صعب. هذا سوزدوك online tool تمكنك تنطي الريسبتور والتارجت الكمباوند وينطيك نتيجة انه اكو امكانية هذا الدراج يرتبط ويا هذا الريسبتر لو لا. فاذا كانت درجة الافينيتي او هنالك ينطيك نتيجة انه هناك درجة عالية من الارتباط بيناتهم انت ممكن تعبر للمرحلة الثانية من الدراج ديسكفري وهي الانفيترو experiments. إذا لا نتيجة الcomputational docking إذا النتيجة سلبية معناها ماكو داعي تتقدم إلى خطوات أخرى أو ممكن أنت نفس الدراك إذا مصر عليه وإذا كان plant extract ممكن أن نسوي له modification يعني هذا الكمباوند تشيل حلقة كربونية زيد إلى أن يوصل إلى درجة معينة سوي له docking again يمكن يطلع عندك كمباوند جديد. فممكن أن نطور كمباوند جديد من خلال برنامج آخر software أخرى اسمها drug discovery. هنالك عدة هنادي كارتين سانجر هول جينوم كريسبر لايبراري دولينج بي ال اي اللي هو اكسلنت سورس فور دراج ديسكفري تارجتس اند اف يو نيد اني هيلب ام ريدي فور هيلب. ناو وي موف فاينالي تو كونكلوجن. ستيبس منشن اب هاف تو بي فولود ان اوردر تو ديزاين ا نيو دراج. ات از بيتر تو موديفاي اور ريتست ا نون دراجز رادر ذان ان نون to jump the ladder and to shorten the steps. يعني في السنوات الأخيرة هنالك توجه إلى تيست دراج ريبوزيتوري يعني كل الأدوية هذه اللي إحنا دا نستخدمها ريتيست نشوف لها استخدامات أخرى وطلعوا بنتائج كلش حلوة. بهذه الحالة احنا عبرين مراحل من حيث السيفتي يعني احنا كل دراج جديد قلنا يحتاج فد 10 سنين 15 سنة حتى يصير لأبروف. لا هذا هو أصلا already approved drugs. احنا نجي نعبر كل هذه المراحل ونشوف الإمكانية لأنه تحويرة أو علاجات جديدة أو فانشين جديدة إلى إلى هنا. طبعاً we reached the end of I reached the end of my presentation. Thank you very much for your listening and I hope you get some useful information from my presentation. Thank you very much. شكراً دكتورة إسراء, شكراً على هذه المحاضرة. الحقيقة أنا أحب أن أشكر دكتور أحمد لأنه استأذنت أن تكون دكتورة إسراء تتكلم أولاً وبعدين دكتور أحمد. فشكراً جزيلاً دكتور أحمد. شكراً دكتور جبار. شكراً دكتور أحمد. سعى صبرك صدرك. شكراً جزيلاً. الآن ألغي الشير دكتورة, خلي دكتور أحمد يسوي شير للبرزنتيشن مالته. تمام دكتور لغيته. اوكي دكتور احمد ايه نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتور أحمد. شكرا لأبو أستاذنا الغالي، يعني جدا سعيد بهذه الاستضافة وشاكر لكم حقيقة إقامة هذه الويبينار واستضافتي، وأتمنى أنه تكون حقيقة إن شاء الله فائدة للجميع وتبادل معلومات أيضا. وأشكر دكتورة إسراء على محاضرتها اللطيفة. أكون أكون تداخل بالمعلومات يمكن بعض اللي حكيته دكتورة إسراء بالبداية مع اللي أنا راح أحكي. طبعا المحاضرة هي تركز على محاضرتي على عملية اكتشاف وتطوير الأدوية من الناحية النظامية، خلينا نقول البحث العلمي وكيف تدرج. طبعا الأول نعرفكم بنفسي لزملائي اللي ما يعرفون، أغلبهم إحنا إخواننا وزملائنا. أنا أستاذ مساعد دكتور أحمد مجيد حمد الشمري، قسم العلاج التجريبي في المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية في الجامعة المستنصرية. واليوم أنا جدا سعيد إنه أكون بين إخواني وزملائي وفي كلية الأم اللي كلية طب البيطري جامعة القادسية، وأشكرهم على هذه الاستضافة. أهداف هاي المحاضرة هي بالحقيقة إنه حتى نعطي معلومات عن العملية المتعددة الخطوات في تطوير واكتشاف الأدوية، من عملية نقلها من المختبر وصولا إلى السرير، طبعا من للمريض، يعني من from laboratory bench to the patient. هاي العملية تضمن جزئين رئيسيين، اللي هو الأول البريكلينيكال اللي هو ما قبل السريري، والكلينيكال اللي هو يضمن تجارب على المرضى. احنا مثل ما قال الدكتور السلام مثل ما مكتوب بالعنوان، احنا راح نركز على بريكلينيكال باعتبار هو هذا اختصاصنا. حقيقة عملية تطوير الأدوية بشكل عام هي عملية جدا مكلفة وعملية معقدة حقيقة. يعني مثل ذكر زميلتي انه يعني تاخذ وقت طويل من 10 الى 15 الى 20 سنه بعض الاحيان، لذلك تكون عمليه مكلفه جدا. طيب حسب ما تقرير منشور مجله فوربس هي مجله الاقتصاد العالميه المشهوره، وهذا التقرير النقل ماثيو هاربر اللي هو حقيقه باحث في اقتصاد الصحه والدواء، وعن بحث منشور في مجلة الصحة الاقتصاد الصحي Health Economics. هذا البحث منشور عام 2016 يذكر أنه عملية تصنيع دواء واحد من عملية من خلينا نقول إنتاجه من المريض من البحث، خلينا نقول من المختبر، من أول مرحلة في المختبر وصولا إلى المريض تكلف 2.7 مليار دولار 2.7 بليون، يعني 2700 مليون دولار، يعني 2.7 بليون دولار، يعني رقم مهول جدا لإنتاج دواء واحد فقط. هاي الشركات العملاقة الموجودة تتكلف هذه الكلفة العملاقة لإنتاج دواء واحد. طيب ليش هاي الكلفة العملاقة اللي تشوفها؟ ليش؟ لأنه من كل 5000 دواء يتم اختباره مقدر أنه فقط دواء واحد هو الذي سيصل إلى المريض. يعني هاي كمعدل طبعا، يعني الدراسات الاقتصادية اللي تجري على عمليات تطوير الأدوية، لا طبعا صناعة عملاقة هي وبها يعني اختصاص لتطويرها وغيرها، فوجدوا انه من كل 5000 مركب يتم البحث عنه يعني اجراء بحوث عليه فقط واحد يوصل للمريض. لذلك تخيلوا 5000 بحث، 5000 دراسة، ودراسة مو يعني ما اللي بحث واحد لكل مركب، لا كل مركب تتم عليه دراسات إن فيترو وإن فيفو بالحيوانات المختبرية، واحتمال يوصل إلى الدراسات التجارب السريرية مرحلة أولى مرحلة ثانية يلا يفشل، وهي كلها مصاريف. لذلك 5000 تجربة يلا ينالها الفشل وينالها النجاح، وبالتالي تكون تكلفة عالية. هذا هنا قدامكم تشوفون أنا سويت سيرش على جوجل سكولر، ردت بس أراويكم أنه يعني من أريد إنه شلون بالسنة الواحدة إيش قد تطلع بحوث على مركبات جديدة. بالسيرش كتبت novel anti cancer in vitro، يعني الباحثين مجربين مواد مضادة للسرطان جديدة مستجدة novel ما حد مجربها سابقا، والسيرش سويته محدث فقط عام 2019. مثل ما تشوفون قدامكم لقيت 21800 بحث منشور في عام 2019 فقط تحكي عن عملية اكتشاف وتطوير أدوية جديدة مضادة للسرطان، مركبات جديدة نوفل. 21000 بحث في سنة واحدة فقط. من إذا جينا على
الاستيميشن او التقدير اللي طرحوه الاقتصاديين في السلايد اللي قبله، من قلنا كل 5000 يطلع منها واحد، فهاي تخيلوا ال21 اللي قدامكم اذا قسمناها على 5000 يعني 4 دواء يطلع منها بس، يعني تخيل من هاي ال21000 مركب اللي طلعت عام 2019 جربوا عليها الباحثين، يعني من بعد 15 الى 20 سنه 4 منهم احتمال توصل للمريض يعالجون بها مرضى. فهاي كفت فكره بسيطه. اذا جينا على شلنا النوفل تجرى بحوث ان فيترو للدراسات مضاده للسرطان، فقط في عام 2019 عندنا 35700 بحث منشور يعني لدراسات متعدده عن مركبات مضاده للسرطان بشكل عام، يعني عندنا حوالي اذا اخذنا 21000 يعني عندنا حوالي 14000 كسور دراسه او ما يعادل 15000 دراسه هي المركبات اوريدي موجوده يعني وتم دراسه عنها. هذا وقت حتى اراويكم حجم البحث العلمي وحجم الكلفه، يعني هاي ال 21000 دراسه اللي في سنه واحده فقط ايش قد صرفت عليها؟ ملايين دولارات. زين، لذلك تكون الكلفه جدا عاليه. افضل مثال حقيقه لشرح اليه تطوير دواء هو الريجوليشنز او القوانين اللي وضعتها منظمه الغذاء والدواء الامريكيه. فهي جبت لكم الصفحه اللي والتعليمات المذكوره عنها عن عمليه تطوير الدواء في صفحه في موقع منظمه الغذاء والدواء الامريكيه. عمليه الديسكفري والديفلوبمنت، يعني عمليه الاكتشاف والتطوير. اول مره الديسكفري شنو هو الاكتشاف؟ شو معروف فيه يعني؟ هو يقول بشكل نمطي او تقريبا يعني تيبيكالي بشكل اساسي انه الباحث يكتشف الدواء الجديد من خلال شنو؟ من خلال شنو؟ حاطين اربع نقاط. الاولى النيو انسايت انتو ا ديزيز بروسس، نحو نظره جديده الى عمليه تطور المرض، مما يسمح للباحث بتصميم منتوج ليقوم بايقاف او عكس هذا التاثير المرضي. إذن ينظر إلى الباثوجينيسيس لديزيز معين، لمرضية مرض معين، سواء كان هذا المرض بعامل ممرض أو بسبب خلل إنزيمي أو فسلجي إلى آخره. دراسة الباثوجينيسيس لكل مرض تسمح لنا أنه نطور علاج أنه يوقف هذا المرض أو يعكس تأثيره. طيب شنو الإمكانية أنهم الديسكفري الثاني؟ إجراء العديد من الفحوصات على مركبات جزيئية حتى نجد التأثيرات المهمة المحتملة ذات الفائدة المضادة للعديد من الأمراض. يعني أدي أجرب وأجيب مركبات وأجرب وأشوف تجريبيا طبعا منه ممكن تكون بفائدة، وبالتالي ممكن أستفاد منها وأستعملها وأبدي به كخطوة تطوير. الاكتشاف أيضا يتضمن أنه أدور بالأدوية الموجودة حاليا، يعني أكو أدوية مقرره لعلاج مثلا امراض السكر، لعلاج امراض القلب لاخره، اجيبها واشوف ادرس بيها هل تاثر على السرطان مثلا. ومثل ما كل على المثال هسه عندنا اللي اشتهر جدا ما اعتقد واحد ما سمع به الكلوروكوين اللي هو علاج مضاد للملاريا، شافوه به تاثيرات قد تكون بنفيشال يعني ذات فائده للكورونا مثلا. هذا مثال انه علاج لمرض ممكن استعمله لعلاج مرض اخر. إذن هذا الاكزيستنج تريتمنتس هاي ممكن استفاد منها بديسكفري، اكتشاف علاج جديد. الاكتشاف اللي خلينا نقول النقطه الرابعه اللي استعملها باكتشاف وتطوير علاج جديد، التقنيات الحديثه الموجوده اللي ممكن اللي توفر لي طرق جديده واللي استهداف مركبات طبيه جديده لاستهداف موقع معين داخل الجسم او لتحوير خلينا نقول الجينيتك ماتيريال المواد الوراثيه. يعني ممكن استهدف خلل يصير داخل الجسم من الناحيه الوراثيه واستعمل بروتين معين مهندس وراثيا حتى ياثر عليه او الى اخره. اذا استعمل تقنيات العلاج الجينيس الحالي كمثال للتقنيات الحديثه، او التقنيات الحديثه اللي تكون ممكن تكون يعني حتى من ناحية الفيزيائية كعلاجات شعاعية حديثة إلى آخره تمكنني من استهدف خلل معين داخل الجسم، وبالتالي هذا راح يكون اكتشاف جديد. إذن تعريفهم الاكتشاف هذه أربع نقاط. طيب في هذه المرحلة، هاي المرحلة احنا مرحلة الديسكفري اللي قلت لكم هاي أربع نقاط، آلاف من المركبات ممكن تكون مرشحة أنه تستعمل لتطوير علاج جديد. آلاف من المركبات، مثل ما تشوفون عندكم المثال بالسلايد السابق، 21000 مركب بالسنة
يجربوها كمضاد للسرطان وبعدين ايش قد يصفوا من عندها؟ أربعة إذا افترضنا رجعنا فرضية كل 5000 واحد، أوكي؟ فإذا في هذه المرحلة الخطوات اللي شفتوها قدامكم اللي عددناها الأربعة تخلينا نقدر نطلع بآلاف من المركبات اللي ممكن نجربها وننتقل بها إلى مرحلة أخرى من الدراسة. مرحلة التطوير، متى ما استطاع الباحث أن يكتشف أو يحدد بالأحرى مركب واعد، يعني مركب يكون بروميسينج بمعنى أنه بآثار قد تكون جيدة للتطوير، راح يسوي تجارب حتى يجمع معلومات مهمة التالية. أولاً لازم يعرف شلون يصير له الأبزوربشن، يصير له امتصاصية، شلون يتوزع داخل الجسم الديستريبيوشن، لازم يعرف شلون يصير له ميتابوليزم، شلون يصير له أيض داخل الخلايا، لازم يعرف شلون يصير ينطرح خارج الجسم الإكسكريشن مالته. هاي الـ ADME المختصر هذا مهم جدا لأي مركب جديد، لازم نعرف بالله. طبعا هذا الحكي وين؟ بالحيوانات المختبرية وبالخلايا، الخلايا المزروعة بالمختبر. هذا العمل كله يتم in vitro وin vivo. هسه راح نجي نحكيها ايضا. اذا الابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اكسكريشن، هاي الاربعه عمليات مهمه لازم اعرفها. لازم اعرف ايضا ما هي الميكانيزم اوف اكشن، شنو هو آلية العمل مال هذا المركب، هاي لازم أعرفها داخل الخلايا بالبريكلينيكال ستدي بالبداية لازم أعرفها. لازم أعرف the best dosage، لازم أعرف أفضل جرعة أحددها في هذه الفترة أيضا. لازم أيضا the best way to give the drug، ما هي أفضل طريقة لإعطاء الدواء، يعني عن طريق الأورال يعني أعطي حباية أو أعطي injection حقن، من الأفضل؟ هاي هم لازم أحددها آني بالبريكلينيكال فيز بالمرحلة الأساسية لمرحلة ما قبل السريرية. كل الحكي هذا بالخلايا وبالحيوانات المختبرية، وهذا الكلام هنا لازم الحيوانات المختبرية بالرات بالمايس بالمونكيز وتفر شو الموديل اللي تستعمله، لازم هنا أحدد. طيب لازم هذه المرحلة أيضا أعرف الآثار الجانبية، هاي مثل إيش يعني السمية، آثار السمية لهذا المركب، هل بي آثار سمية؟ هل لازم احنا من ندرس على خلايا طبيعيه مثلا مزروعه بالمختبر نشوف الجرعه السامه وندرس السايتوتوكسيسيتي، بعدين ننتقل على الحيوانات المختبريه وندرس الاورجان توكسيسيتي ونسوي هيستولوجي وهيستوباثولوجي ونشيك يعني مقاطع نسيجيه للاعضاء الكبد الكلية الى اخره، ونشوف وين ممكن يكون ضربه صار اكو خلل عندنا ما صار اكو انجري. تمام. ايضا لازم نعرف بعدين هاي بالدراسات المستقبليه اللي راح تكون بعدين بالكلينيكال فيس، لازم نعرف هل ياثر على يعني خلينا نقول يعني اعراق مختلفه، مثلا الابيض اكثر الاسود اكثر العنصر الافريقي او الابيض الى اخره، الجندر اناث وذكور ياثر اكثر الى اخره. ايضا لازم نعرف بعمليه تطوير الدواء لازم نعرف هل يتداخل مع ادويه اخرى، هل اكو interaction with other drugs، يعني إذا نعطي هذا العلاج قد يتداخل مع علاج آخر للقلب مثلاً أو للضغط أو للسكري وبالتالي تأثير غير جيد، يعني لازم نعرفها أيضاً. أيضاً لازم نعرف فعاليته بالمقارنة مع الأدوية المشابهة الأخرى، يعني إذا أطور علاج خلينا نقول لسرطان الثدي، لازم العلاج الجديد اللي أطوره لازم أعرف هل هو أفضل من العلاجات الموجودة، هل هو أقل سمية، اذا لازم من اطور علاج لازم اعرف انه هو افضل او اقل سميه لعلاج موجود حتى نقدر ننتقل. اذا بقبل حسب هاي موقع منظمه الغذاء والدواء الامريكيه البريكلينيكال ريسيرش، قبل ان اجرب اي ماده على الانسان لازم الباحث يجري تجارب مهمه لتقدير السميه والى اخره من البحوث على الخلايا المزروعه بالمختبر اللي هي الانفيترو وعلى الحيوانات المختبرية اللي هي إنفيفو. إذن الإنفيترو والإنفيفو هما ما يحدد فترة البريكلينيكال. البريكلينيكال البحوث ما قبل السريرية تكون على الخلايا السرطانية والطبيعية المزروعة بالمختبر وعلى الحيوانات المختبرية. هذا العمل طبعا حسب التشريعات الـ FDA أو الأوروبية يعني الأمريكية أو الأوروبية أو أي دولة أخرى تتطلب أن تكون التجارب تابعة أو خاضعة للgood laboratory practice، أي الممارسة المختبرية الجيدة
good laboratory practice، وهذا يتضمن عوامل كثيرة وقوانين خاصة تحدد الممارسة المختبرية الجيدة. الثاني جي نشرحها، شنو هي الممارسة المختبرية الجيدة؟ لازم أولاً أنت مثبت الدراسة اللي راح تجريها، ومثبت خطواتها كلها وواضحة وكل تفاصيلها موجودة. طيب لازم مثبت الأشخاص وأسماء الأشخاص اللي قاعد أجروا التجارب، يعني كل التجارب اللي أجريت على هذا المركب الجديد، لازم التجربة الفلانية من سواها، من ساعده، من اشتغل وياه، كلها متثبت هذه. طيب لازم الفاسيلتيز تذكر اسماء المختبرات اللي تم بها العمل، وين أجريت هاي التجربة، أجريت في فلان مختبر، البيت الحيواني بفلان كلية بفلان مكان، كل هذه لازم تثبت بالجود لابراتوري براكتس. أيضا الأجهزة الإكويبمنت لازم تثبت أسماءها بالسيريال نمبر، بالموديل، هل كاليبريتد أم لا، هل تم إجراء معايرة إلها أم ما تم إجراء معايرة إلها، هذه كلها لازم تثبت، هل هذه الأجهزة موثوق منها أو لا، البروتوكولات اللي تم العمل عليها، يعني التجارب التي أجريناها لازم تكون مثبتة بخطوات بروتوكول مكتوب، يعني لازم كاتبين البروسيجر، الخطوة الأولى إيش ضفنا، هل قد شرنا، هل قد مايكروليتر، هل قد نزلنا على هل قد مايكروليتر إلى آخره، هاي كلها لازم تكون مثبتة وبالتفصيل الممل، هاي كل الخطوات لازم تكون موجودة. الأوبريتنج بروسيجر، مسارات العملية البحثية وبالتسلسل والخطوات والتجارب التي أجريت كلها تثبت مع بعض بشكل منطقي وشكل واضح. وبالأخير هذا اللي كل اللي حكيناه يكون مثبت بشيء اسمه study reports، بتقارير الدراسة، يعني نسوي report مثبتين كل هذه النقاط، وبالتالي هذه النقاط اللي مثبتة هي راح تقدم إلى الجهة اللي تعطيك الموافقات. عادة الدراسات ما قبل السريرية ما تكون كبيرة جدا، لكن على أي حال هذه الدراسات يجب أن تقدم خلينا نقول معلومات تفصيلية عن مثل ما قلنا الجراع والسمية، وبعد إجراء هذه البريكيكال تيستينج ممكن يعني بعد طلعنا عندنا بعد إجراء العمل والتجارب كل هذه، الباحث يقدر أن يجي يقرر هل إنه الباحث يستمر بإجراء هذه التجارب، هل ينتقل، هل النتائج طلعت تسوى، أو خلينا نقول هل فعالة بما يكفي إنه ننتقل نجربها على البشر. إذن الباحث يقرر، وإذا شاف واقتنع إنه النتائج اللي عنده تسوى إنه ينتقل بيها إلى يجربها على البشر، إذن ذاك الوقت يسوي الفايل ويقدمه لغرض الموافقة الأبروفال. عادة هذا الحكي اللي تسويه هي الشركات، طبعا الشركات الدواء العملاقة أو الباحثين بمؤسسات بحثية عملاقة. كخلاصة عن هاي العملية، المرحلة تتضمن قلنا مرحلتين، الانفيترو والانفيفو. خلاصة للبريكلينيكال اللي هي الأولى تتضمن الخلايا السرطانية المزروعة بالمختبر طبعا الكانسر دراج ديسكفري، وعمليات الحسابية تجري عليها، والأورام السرطانية للفئران المغروسة بالفئران، و مرحلة طبعا الانيمال تيستينج اللي هي ايضا بالاضافه للفئران، اورام الفئران المغروسه بالفئران، اورام البشر المغروسه بالفئران اللي هي اللي نسميها نود ماوس، اللي تكون فئران اللي عديمه المناعه، اللي تكون اثايمك مايس او اللي تكون عديمه المناعه ما بيها تي لمفوسايت نتيجه عدم وجود الفايموس جلاند، هذه نزرع تتقبل غرس اورام بشريه بها، وبالتالي تجربة المركبات عليها. إذن كخلاصة للإنفيترو هي خلايا سرطانية وخلايا طبيعية مزروعة منمات بالمختبر يتم تجربة عليها ودراسة الميكانيكيات والآخره والسمية، والإنفيفو اللي هو يضمن الأورام السرطانية الفئرية المزروعة بالفئران والأورام البشرية المزروعة بالفئران. هذه كل هذه المعلومات لازم تكون موجودة حتى ننتقل إلى الكلينيكال ريسيرش حسب الـ FDA requirement، حسب متطلبات منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، راح أشرح لكم إياها كمبسط شلون إذا أريد أنتقل أنا هسه بعد ما سويت هاي التجارب كل اللي حكينا عليها، أريد أنتقل إلى المرحلة السريرية، أريد أقول يابا أنا هذا عندي هو علاج جيد وأريد أمشي فيه، شو المطلوب؟ المطلوب أنه تقدم تدخل بعملية تسمى عملية investigational new drug،
وهي خلينا نقول التحقق من الدواء الجديد. هاي العملية من يسويها الدراج ديفلوبرز مطوري الأدوية اللي هم عادة شركات الأدوية، السبونسرز الداعمين الممولين لمجاميع البحثية لتطوير الأدوية، يعني مثلا مجامع البحثية بالكليات وبالمراكز البحثية، وأكو جهات مانحة مثلا منظمات اللي تدعم محاربة السرطان لآخره، دول يجمعون أموال ويطوها للباحثين كجرانتس أو منح لغرض تطوير بحوث ضد اللوفوما ضد البريست كانسر ضد الآخره. فدول هم يقدرون ممكن يعني بالتعاون مع الفرق البحثية يقدمون هذه العملية. كل هذه دول الجهات لا مع الباحثين يقدمون ما يسمى بالابليكيشن مع الاي ان دي اللي هو انفستيجيشنال نيو دراج، عملية التحقق من الدواء الجديد، الى منظمة الغذاء والدواء الامريكية للبدء بالحلول او الحصول على موافقات لاجراء التجارب السريرية. طيب هاي الابليكيشن او هذا الملف اللي راح نفتحه على مود نحصل موافقات، ايش لازم يتضمن؟ معلومات، لازم يتضمن معلومات على الاي ان فيترو والان فيفو ستدي اللي جرت كلها، وبالاخص لازم تتضمن على كل معلومات التجارب التي اجريت على الحيوانات المختبريه، وبالخصوص السميه من عندها، الاثار الجانبيه، يأكدون جدا على الاثار الجانبيه للادويه الجديده، وين ممكن ياثر اذا في سميه يأثر على الكبد، على الكلية، على القلب إلى آخره. ها كلش مهمة، تمام؟ أهمية الفعل أو بعض الأحيان أكثر أهمية حتى من الأنتي تيومور أكتيفيتي. يعني مرات إحنا نقول الفعالية المضادة للأورام، لكنه إذا كان بيسمية فما نستفاد من عنده. لازم إذن لازم أثبت إنه الدواء أمين، يلا أبدي أنا أقول بفعالية مضادة أو لا. لازم أيضا أقدم بهذا الملف معلومات اللي هي التصنيع، لازم يعرفون شلون صنعناه وهل إمكان التصنيع ممكنة. بالإضافة إلى أن أقترح clinical protocols، راح أقترح يعني لازم شنو الستدي بلان، شنو الخطة البحث اللي راح أجريها على البشر، أيضا لازم أخلي التفاصيل اللي قدامه ومقترحة. إذا أكو شفت مجامع بحثية أخرى أو مشتغلين على بشر أيضا أحاول أذكرها بهذا الملف، بالإضافة إلى معلومات عن الجهة التي أقامت بالعمل والباحثين يجروا العمل. أعطيكم إياه ملخص بسيط عن الكلينيكال ريسيرش. إحنا هاتينا بريكلينيكال بس هم عطينا حتى تكون عندكم صورة شو هي الكلينيكال، شو راح يعني شو راح يتم إجراءه بالكلينيكال ريسيرش، شو راح يصير بالتجارب السريرية على البشر. التجارب السريرية على البشر تتضمن أربعة مراحل. أول مرحلة الفيس 1 هي المرحلة التي يكون فيها يتطوع فيها مرضى سرطان فشل معاهم العلاج بشكل كامل، يعني يطوعون مرضى ما هوبلس يعني ما عنده أمل بالعلاج وفشل وياهم العلاج الكيميائي والشعاعي والتارجت الثيرابي والجراحة كلها فشلت وياهم، فذول المرضى هم اللي يطوعون الإجراء الفيس 1 تحديدا. التارجت الثيرابي الأدوية اللي بيها خلينا نقول استهداف وسمية قليلة، يعني ممكن تستهدف ريسبتر معين أو شيء معين، ممكن أيضا اللي يطوع لها أشخاص ما مصابين بالسرطان حتى يدرسون السمية عليهم، هاي هماتين حسب التشريعات مالتهم. الهدف من هذه المرحلة الفيس 1 أنه ندرس ثلاث شغلات. الأولى هي الماكسيمم توليريتد دوز، ما هي أعلى جرعة يتحملها الإنسان، هاي لازم أعرفها. الفارماكوكينيتكس والفارماكوداينامكس، لازم أعرف مسار الدواء داخل الجسم وتفاعل الجسم مع الدواء، ذن أهم نقطتين لازم أعرفه في هذه المرحلة. إذن من كملت وشفت أنه قدرت أحصل على الماكسيمم توليريتد دوز، وعرفت التفاعل الدواء مع الجسم وتفاعل الجسم مع الدواء، صارت المعلومات وأنه أكو مجال بأنه هذا الدواء الجديد هو مو يعني بمجال انه ينتقل بمرحله ثانيه، يصير قرار ديزيشن انتقال الى فيس 2. الفيس 2 المرحله الثانيه هي المرحله التي يتم فيها انتقاء مرضى مصابين بسرطان بنفس النوع اللي اصلا التجارب الاوليه اقترحتها، يعني من باحث يبي يطور علاج جديد ما يدور علاج جديد لكل انواع السرطان، يعني يجرب العلاج الجديد مالته على سرطان الثدي، على اللمفوما، على اللوكيميا معينه، على البروستات، على الاوفري الى اخره. فبناء هاي الطور الثاني لا، هنا لازم يجيبون مرضى يحاكون بالاقتراح الاولي،
يعني الفايل النيو انفستيجيشنال ابلكيشن العمليه اللي او الفايل اللي قدموه الباحثين كتبوا به انه العلاج مالتهم يشتغل على سرطان البريست والبروستات مثلا بهاي الفيس 2 يجيبون بس ولا الاثنين ما يجيبون بشيء مثل المرحله الاولى ايه كان يجيبون مرضى مصابين بالبريست او بالبروستات فقط شو الهدف من هاي المرحله الفيس 2 الهدف من عده اعرف الفعاليه العلاج هل هو فعلا فعال هنا راح يتابعون يدرسون انه الجرعه اللي تمت تقديرها من المرحله الاولى فيس 1 هل ساهمت بانه سوت شرينك يعني تقلص بالورم صغر الورم انقضى عليه هنا راح ادرس الافكتفنس فعاليه العلاج ايضا راح ادرس السايد افكت بشكل اوسع الاثار الجانبيه هل سوى ضرر اتابع الفعاليات الحيويه طبعا ادرسها بشكل كامل اعضاء الجسم كل هاي ادرسها طبعا هذا حكي يقومون به اطباء اختصاص وايضا بهاي المرحله راح اشوف الافكتيف دوز يعني مو الا شرط اتشلب بالماكسيمم توليريت دوز اللي اعلى جرعه محتمله اللي قد تكون اعلى جرعه محتمله بها اثار سميه وبس بنفس الوقت اقدر اقللها مع الحصول على نفس الفعاليه المضاده للورم هاي كلها تقرر بالمرحله الثانيه الفيس 3 المرحله الثالثه هنا راح تكون بها يتم شمل كميه اكبر من المرضى اللي هم ايضا مصابين بنفس النوع من المرض الورم اللي مطلوب يعني خلينا يكون بريست او البروستات او يفضل بس البريست مثلا يعني نوع واحد من الاورام ويتم دراسه الافيكاسي هل العلاج فعال بالقضاء على الورم هنا راح ننتقل للمرحله الثالثه للتركيز فقط على الفعاليه مع ايضا ما نهمل السايد افكت تبقى ندرسها ايضا ليش من المرحله الاولى والثانيه غطت الموضوع نجي نركز انه هل بعد ما عرفنا انه العلاج هو بيئه امين وعرفنا الجرعه المستعمله القصوى ايش قد هنا اركز على الفعاليه بالمرحله الثالثه هو التركيز على الفعاليه بالقضاء على الورم في هاي المرحله الثلاثه من عبرها العلاج الجديد عبر هاي المراحل الثلاثه اقدر اطلق العلاج تجريبيا المرحله الرابعه هي اطلاق العلاج للاسواق لكن تحت الاشراف under surveillance وبالتالي راح يتم الطلق اطلاقه للمرضى بشكل عام لكن يبقى مقيد انه يعني خلينا نقول FDA تبقى تراقبه او المنظمه الاوروبيه اذا كان باوروبا او وتفر باليابان باستراليا اي بلد عنده هاي التجارب موجوده يبقى يتابع المرضى اللي بداوا يستعملوا العلاج الجديد وهم يبقى من امكانهم انه يغلقون ويسحبون الدواء اذا شافوا به اثار جانبيه فادت المرحله الرابعه انه ممكن يستفاد من عنده مرضى اكبر وبنفس الوقت يدرسون العلاج لفتره اطول يعني احنا مثلا الفيس 3 اعطيناهم للمرضى العلاج 3 شهور 6 شهور مثلا او سنه بالمرحله الرابعه اللي هي الفيس 4 ممكن نتابع العلاج سنتين وثلاثه واربع سنين يعني ياخذوك 5 سنين مرات العلاج المريض يبقى ياخذه او 10 سنين من حياته خلال هالفتره كلها يعني الخمس سنين او الاربع سنين العلاج اللي يبقى تحت الرقابة إذا أثبت الفعالية خلاص يتم إطلاقه ويصير جينيرك حالة حال البقية ولكن كل العلاجات تبقى تحت خلينا نقول الرقابة بعض الأحيان وراء 10 سنين 15 سنة تلقى أيضا آثار ما كانت واضحة سابقا أيضا ممكن يمنع الدواء إذا الرقابة على الدواء وسلامته مهمة جدا لأنه تأثر على حياة الإنسان حتى نعطي مثال عن حقيقة عن عملية تطوير الأدوية بالمرحلة ما قبل السريرية أعطيكم مثال على واحد من أهم المؤسسات العالمية اللي تعنى بهذا الشيء اللي هي معهد السرطان الوطني الأمريكي National Cancer Institute هذا اللي تأسس قبل حوالي 120 سنة واللي كان من البداية تهتم بالتشريعات اللي يشجع الكونغرس الأمريكي على أنه يوفر أموال لدعم البحث العلمي للسرطان وتوفير رعاية للسرطان إلى آخره هذا المعهد السرطان الوطني الأمريكي طور بالثمانينات اختبار مهم جداً على الخلايا السرطانية سمي بالNCI 60 أو الاختبار 60 نوع من أنواع الخلايا السرطانية البشرية جابوا 60 نوع من الخلايا السرطانية اللي تم دراستها بشكل جيد وواضح وكاركترايزد يعني خواصها كلها معلومة لهم
البروتينات اللي بيها، الريسبترات، الباثويز، المسارات الخلوية كلها معروفة، يا هو اللي يشتغل بيهم. يعني مثلا كمثال البي 53 شغال أو مو شغال بهذا الخط، الريتينوبلاستوما شغال أو مو شغال إلى آخره. يعني أهم الباثويز الموجودة في الخلايا السرطانية معروفة عندهم لهذا الخط، الخطوط الخلوية 60 خط خلوي. هذه بدت يعني من أواسط الثمانينات وجدا كانت نشاط عليها فاعل قوي من 1990 وصعودا. كانوا يختبرون عليها آلاف المركبات سنويا، ويعني كمثال انه كانوا يجربون عليها 3000 سمول مولكيول، يعني 3000 مركبات دقيقه، هاي المصنعه او الملقات بشكل طبيعي من النباتات او غيرها سنويا. يعني سنويا كانوا يجربون عليها ما لا يقل على 3000 مركب على هاي ال 60 خط. وهاي ال 60 خط تحتوي طبعا انواع مختلفه من الاورام، لوكيميا، ميلانوما، لانج، كولون، برين، يعني سرطان الدماغ، الجلد، الرئه، القولون، الدماغ، المبايض، سرطان الثدي، سرطان البروستات والكليه الى اخره. هاي كل هاي الانواع ويجربون عليها المركبات ذني، يعني يجيبوا مركبات عشوائيه بالالاف ويجربوها على ذني 60 خط، وعن طريق تحليل احصائي وبعدين يتم دراسة النتائج مدى فعالية الخلايا المركبات على هاي الخلايا، يتم تحديد وانتقاء من اللي بيها فعالية، وبالتالي تنتقل إلى مرحلة العلاجات الأخرى اللي هي على الفيفو وغيرها. هذه الستين خط خلوي بال 2014 خلينا نقول بدا يقل اعتماد عليها، لكن ما زالت موجوده وفعاله. اي واحد بيكم، اي واحد عنده مركب جديد يقدر يدخل على هذا الموقع اللي قدامكم اللي هو ديفلوبمنتال ثيرابيوتيك بروجرام، اللي هو تطوير ادويه مضاده للسرطان، برنامج خاص على معهد السرطان الوطني الامريكي. هذا بفورما ممكن تمليها، تعطي معلومات عن المركب اللي تسويته او اللي اكتشفته او اللي عزلته، وتطلب منهم يجربوا لك اياه. طبعا ممكن هم اذا قروا المعلومات تقدمت لهم اياه واقتنعوا ممكن يقول دز لنا اياه المركب واحنا نجرب لك اياه. طبعا التجربه ببلاش مجانا مو بفلوس، لغرض منه انه يخلون المعلومات افيلبل يعني متوفره لكل الباحثين، فانت تقدر تدزها واذا اقتنعوا بها يسوون لك هاي التجربه. اهميه هذه الخطوط الخلويه اللي جربوا عليها، طبعا هم جربوا على 60 خط، واحنا كباحثين في كل انحاء العالم ايضا نجرب المركبات على الخطوط الخلويه السرطانيه، سواء كانت 10 20. بس هم قلت لكم انهم عندهم انه الديزايننج مسوين تصميم ل 60 خط خلوي. لاظهار اهميه هذا الان فيترو واهميه هاي التجربه اللي هم سووها اللي استمرت حوالي ما يقارب ال 25 سنه او ال 20 سنه تقريبا، انه تم تطوير الادويه اللي قدامكم تشوفوها هسه اللي تعطى لمرضى السرطان عن طريق هذه التجربه الان فيترو على الخلايا السرطانيه. الان سي اي 60 نجح باكتشاف الادويه اللي تشوفوها قدامكم، هذه الادويه اللي حاليا يعطوها لمرضى السرطان. اول ما تم اكتشافها وفعاليتها كانت على 60 خط خلوي سرطاني، ابتداء من الروتينيوك اسيد اللي هو يستعمل للوكيميا بسنه 95، وانتهاء بالدينوتوكسيماب اللي هو بال 2015 تم اعطاء الموافقه لعلاج الاورام بالبشر. اذا هذه العلاجات اللي قدامكم تشوفوا حاليا هاي كلها مطوره من تجارب على 60 خط خلوي سرطاني، وتم بعد ذلك انتقائها من الاف المركبات اللي قلنا بالسنه واحده كانوا 3000 مركب يجربون على مدى 20 سنه، خلينا نقول ف 60000 مركب. تشوفون قدامكم ذني الحوالي تقريبا 8 مركبات وصلا للمريض. اذا كانت عمليه مهمه جدا. طيب حتى انه يعني انه العمل، قلنا العمل تطور وقلنا انه ال 60 خط خلوي بال 2014 بداوا يقللون الاعتماد عليها وبداوا يطورون ويزيدون الاعتماد على تقنيات اخرى اكثر. وواحده من التقنيات اللي بداوا يعتمدون عليها ويطوروها اكثر هي تقنيه الزراعه النسيجيه ثلاثيه الابعاد، ال 3 دي كلتشر سيستم، اللي يصير به اللي يسموها التيومر سفيرز، النمو الاورام السرطانيه بالمزارع الخلويه على شكل كتل سرطانيه مستديره، مثل ما تشوفون الصوره اللي قدامكم. هسه الكل يشوف اول صوره
اللي هسه هذا اعتقد المؤشر يطلع لكم هاي المؤشر عليها، هذه يسموها ثنائيه الابعاد اللي هي بالحاله الاعتياديه اللي هي الخلايا تنمو على شكل طبقه احاديه مونو لاير، تنمو خليه بصف خليه على وعاء الزرع النسيجي، هذه ثنائيه الابعاد. الشكل اللي بصفها يمثل التيومر سفيرز، وهذا الشكل الاخر اللي بالطرف التيومر سفيرز، لان يكون يعني الورم ينمو على شكل كتل ورميه صغيره. هذه الباحثين شافوا انه لغرض اكتشاف ادويه جديده انه لازم نطور حتى الانفيترو سيستم، انه نخلي الاورام تنمو بالمختبر بالاوعيه الزرع النسيجي على شكل كتل ورميه، راح النتيجه تطلع من هاي التجارب تكون مقاربه للواقع اكثر مما لو استعمل طريقه الطبقه الاحاديه. اذا الفريدي كلتشر سيستم هو طريقه افضل واكثر واقعيه، لذلك حتى بالسرطان معهد السرطان الوطني الامريكي او غيرها الباحثين بداوا يتجهون نحو هذا الاتجاه. ومثل ما قلنا انه بدت انه من سنه 2014 وصعودا بدت يقل الاعتماد على الان سي اي 60، هذا ال 60 خط خلوي، وبقى استعمالها بمجال الناتشرال برودكت وب ايضا طبعا الناتشرال برودكت اللي هي تضمن الادويه المستخلصه من النباتات، ظلت انه هذه مهمه لها كوسيله لوسيله لتطوير ادويه. وبداوا الاعتماد ايضا مثل ما قلنا على الفري دي كلتشر سيستم وعلى الهاي ثروبوت موليكولار سكريننج، يعني شنو التقنيات الموليكولار انه تحديد التقنيات اللي تعتمد على مهاجمه خلينا نقول تارجت معين داخل الخليه السرطانيه، يعني مثلا تصميم علاج او جزيئه سمول موليكيول اللي ممكن توقف عمل بروتين داخل الخليه السرطانيه او ترتبط بالريسبتر على سطح الخليه السرطانيه اللي يسموه الموليكيولار تارجتنج. فهذا العمل بدا هو ياخذ حيز اكثر. الشكل اللي تشوفوه قدامكم هنا يعطيكم المقارنه بين التقنيتين، التقنيه القديمه اللي هي اللي حكينا عليها الان سي اي 60، هاي التقنيه ايش تتضمن؟ تتضمن انه المركب اللي صنعناه جديد نعرض نجربه على ال 60 خط خلوي او الخلايا السرطانيه اللي عندنا. من خلال تجربه هذا المركب الجديد على الخلايا السرطانيه ال 60 نوع راح اقدر احدد منه انه هل هو فعال وين فعال، يعني التحديد الهيت او الفعاليه مالته من ورا ما اجربه. يلا بعدين انتقل بي المن للان فيفو اكتيفيتي اللي هو يعني الحيوانات المختبريه، يعني من ورا ما حددت الفعاليه على الخلايا السرطانيه يلا انتقل بها على الحيوانات المختبريه واشتغل بها، ادرس بها الابزوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن والتوكسيسيتي، تمام؟ ولكنه من 2015 وصعودا صارت خلينا نقول توجه اكثر على الموليكولار سكريننج، انه اول مره لازم لقدام مثل ما قال الدكتور اسراء اصمم اولا اصمم العلاج واعرف وين هو راح يشتغل، انا افترض وين راح يشتغل طبعا. اصممها حاسوبيا ممكن البرامج اللي ذكرتها الدكتوره اسراء. هذه تستعمل لتحديد من البدايه المركب وين راح يهاجم، يرتبط على يا بروتين، لذلك لازم اعرف الخط السرطاني اللي راح اشتغل عليه هل بهذا البروتين شغال ام لا. كلكم تعرفون انه الخلايا السرطانيه ما تتشابه. وورم عند مريض يختلف عن يعني مثلا بريست كانسر عند هذه المريضه يختلف عن بريست كانسر وهذه المريضه. ليش؟ قد يكون البروتينات اللي سببت مثلا كيراس بروتين هنا بي ميوتيشن هناك ما بي ميوتيشن. التيومر سبرسر بروتين البروتين الكابح للاورام البي 53 والريتينوبلاستوم وغيرها هنا شغاله هنا مو شغاله. اذا لازم اعرف لقدام انه اختار الموديل الصحيح حتى استعمل اجرب المركب اللي صنعته الجديد، وبالتالي يلا ابدي اجربه ورا ما صنعته وحددت وين اجي اطبق للواقع. يعني المحاكاه الحاسوبيه مهمه والتصنيع مهم، بعدين ابدي اجرب هل فعلا المركب اللي انا حضرته هل راح يشتغل فعلا مثل ما افترضت هو راح يشتغل هذا المكان، وراح ابدي باختيار الموديل المناسب والموديل الصحيح. يعني اذا كنت استهدف اوقف اونكوجين يعني والجين اللي يؤدي الى نمو الورم والخلايا وتكاثرها، لازم اجيب خط خلوي سرطاني الاونكوجين بي شغال، اوكي؟ وبالتالي اذا شفت الفرضيه مالتي صحيحه وناجحه ابدي انتقل، يعني معناها اللي قدام قدرت احدد الميكانيزم اوف اكشن زين، يعني الميكانيكيه الدواء،
وبعدين راح انتقل اجرب الاورام المغرسه بالفئران، اجرب عليها العلاج الجديد، واقدر بعدين احدد الخطوات. اذا هاي مقارنه بين التقنيه القديمه والتقنيه الجديده. التقنيه القديمه ما زالت مستخدمه اكثر مع الادويه ذات الاصل الطبيعي الناتشرال برودكت، يعني الادويه العشبيه وادويه الاصل النباتي ما زالت ايضا فعاله بها جدا. اعطيكم امثله ايضا على الجايد لاينز الاوروبيه، ايضا تاكد على انه لازم يتم تطوير الادويه على الانفيترا وبالانفيفو، وان كل الادويه الحديثه حتى اللي تعتمد على الاميون موديليتنج على التحوير المناعي مثل التيومر فاكسينز يعني اللقاحات ضد السرطان او الادويه اللي تهاجم الخلايا السرطانيه مناعيا لازم تكون، والشرط انه ما تجرب على الانسان اذا لم تمر بالمرحله ما قبل السريريه على الخلايا السرطانيه وعلى الاورام بالفئران. هذا هو عباره عن شرط اساسي لاي علاج جديد، ما ممكن ان يعبر ويصل للمرحله السريريه اذا مو الى على الخلايا السرطانيه او البريكليكال فيس. هاي هم مثال اخر هو القوانين البريكليكال ترايلز الخاصه بالسويد، هم جبتكم اياها كمثال انه ايضا يذكرون انه الانفيترو داتا انه الداتا او المعلومات البيانات اللي تم الحصول عليها من التجارب على الخلايا السرطانيه مهمه جدا وهي اساسيه قبل الانتقال على التجارب على البشر. اذا بعد اجراء التجارب على الانفيترو يعني على الاورام او المزروعه بالمختبر وقلنا ال 2D كلتشر سيستم وطلعناكم عليه المثال هو ال NCI 60 وعلى ال 3D كلتشر سيستم والمولكيولر تارجتنج، الان فيفو يعني تجربه المركبات الجديده على الفئران المغروسه فيها اورام او الموديلات الورميه اللي تم استحداث بها اورام، شو اللي ممكن استفاد من الان فيفو مرحله الان فيفو اللي هي ايضا ما قبل السريريه، اسوي بها الدراسات السميه توكسولوجيكال تيست اللي تظهر لنا المركب مالتنا سام ام سليم ام امين او مدى الجرعه السليمه، التيراتوجينيسيتي تيست يعني هل هو يسوي تشوهات بالمواليد الحديثه يعني اذا اعطوه للحوامل مثلا او هل ياثر على القميص وبالتالي بعدين يخلي الاطفال يطلعون مشوهين، فهذا يجب اجراءها على الحيوانات المختبريه. ايضا يجب اجراء تجارب اللي يتم خلينا نقول بالانفيفو لازم انه يجرب على اكثر من نوع يعني مثلا فئران وجرذان حتى تكون النتائج خلينا نقول اكثر مصداقيه. ايضا طبعا الاورام المغروسه بالفئران هي قلنا عليها عامل اساسي ومهم سواء كانت من اصل فئري وبوجود المناعه الكامله للحيوان او من اصل بشري مغروسه بالفئران عندما يكون الحيوان معدوم المناعه، وبالتالي يتم معرفه انه هل اكو تاثير مضاد للاورام ام لا. هاي كلها خلينا نقول اللي يتم المعلومات او البيانات اللي يتم استحصالها من مرحله الانفيفو اللي هي المرحله الثانيه بالبريكلينيكال. طيب كخلاصه اطلع بها حتى اقدر انه اقول اني هل هذا الداتا اللي جمعتها من الانفيترو والانفيفو هل تسوى او يعني خلينا نقول تسمح لي انه انتقل اجربه على البشر؟ اكو اربع نقاط لازم اخليها بالحسبان. اول مرحله هل ان المركب اللي انا طلعته هو اكثر فعاليه من علاجات موجوده حاليا؟ مثل ما يعني ذكرنا سابقا انه اذا كان اكو علاج موجود لسرطان الثدي كمثال اللي هو خاص مثلا بالهرمون نون ريسبونسيف اللي مثلا اورام السرطانيه اللي خلينا نقول اللي ما بها استروجين بروجستور ريسبتور، هل العلاجات الموجوده حاليا العلاج اللي طلعت به اني هو افضل منها؟ طيب اذا مو هو افضل منها بس هل هو اقل سميه منها؟ النقطه الثانيه يعني هل هو بي بيتر سيفتي بروفايل؟ هل هو افضل من ناحيه السلامه؟ يعني اذا كان العلاج مالتي مو فعال اكثر من ادويه موجوده بالسوق لكن على الاقل اكثر امان من عندها يعني نفس الفعاليه لكن اكثر امانا، اي هاي يسوى انزله. ليش؟ لانه انا اهم شيء عندي بالاضافه للفعاليه المضاده للاورام انه لازم يكون امين وسليم على الانسان، انه ما بي سميه على الانسان اقل سميه. كلنا نعرف السامعين بالاثار الجانبيه للعلاجات الكيميائيه، كلها تقول الكيموثيرابي ياثر على المريض ويؤذي صحته كذا، لكن اذا قدرت اطور علاج جديد بنفس الفعاليه العلاج الكيميائي لكن باقل سميه كلش ممتاز، هذا هدف نبيل وتحقق اذا انتقل به. طيب
ايضا اخلي بالحسبان هل ممكن وهذه الصيادله اللي هم المسؤول عن هذا الموضوع هل تصنيع الدواء ممكن على يعني بكميات كبيره؟ بعض الاحيان انه تصنيع الدواء جدا مكلف وما ممكن يعني جدا يعني يحتاج الى بحيث يكون سعر الدواء ما ممكن يوصل للمريض يعني طريقه تصنيعه وعمليه انتاجه حتى يكون يوصل للمريض خليه ما ممكن المريض يشتريه. فهذا شو الفائده اسوي انا اصلا علاج جدا يعني احتاج كلف غير خياليه غير معقوله يعني بعض العلاجات توصل 60,000 دولار للجرعه الواحده او اكثر يعني اذا بعد ارقام مهوله اكثر من هذا ايضا هذا راح يحل الموضوع يوزلس او بدون فائده. نقطه اخيره ايضا لازم اني اكون ريزونبل دوز رينج انه الجرعه اللي اعطيها للمريض كجرعه علاجيه تكون معقوله يعني ما معقول اعطي جرعه علاجيه ضخمه جدا يلا اقدر اثر يعني الجرعه العلاجيه لازم تكون ضمن حدود يتقبلها الجسم. وايضا اليه توصيل العلاج لازم تكون معقوله يعني اكو بعض العلاجات اللي تستعمل للسرطان مثلا كما مثال الفوتوديناميك ثيرابي العلاج الحركي الضوئي للسرطان اللي هو يستعمل الليزر ومعصص ضوئي. الليزر لازم يسلط على مكان الورم ويعطي المعصص الضوئي يتحول الى ماده سامه. طيب اذا كان الورم داخل الجسم الليزر شلون ادخله داخل الجسم؟ اذا كان بالجهاز الهضمي ممكن ادخله بالاندوسكوب لكن اذا كان بغير مكان يكون اصعب كمثال يعني. واكو ايضا مشاكل اكثر كثيره فاذا لازم تكون طريقه توصيل العلاج واضحه لازم الجرعه تكون معقوله. بعد اذا المركب اللي انا يعني طلعته جديد فشل في هاي المرحله انه احدد به ذني النقاط الاربعه اللي ذكرتهم اذا ماكو داعي انه انتقل به واصرف عليه بعد اكثر حتى يعني اضيع به وقت اللي واصرف عليه اكثر حتى يعني انتقل لازم في الحاله انتقل لغير دواء بعد كافي. اذا كل علاج طورت الشركات الدوائيه توصل بها الى مرحله من نشوف هاي الاسئله الاربعه قدامكم ما تحققت بالحاله اعوفه وانتقل لعلاج اخر. لذلك قلنا من كل 5,000 يطلع واحد. عناد اعطيكم فكره عن الاورام الموجوده وطورناها بمركز العراقي لبحوث السرطان زرعناها بالمختبر ولميناها طورنا خطوط خلويه سرطانيه نقدر نوفرها كموديلات للباحثين انتم كباحثين اللي مهتمين بهذا الموضوع تردون تجربون الخلايا ما يعني مش شرط نوفر 60 خط خلوي سرطاني ممكن نوفر عشرات من انواع من الاورام او الخطوط الخلويه السرطانيه المزروعه بالمختبر اللي ممكن نجربها مثل ما تشوفوا قدامكم. مثل هذا هنا قدرنا نزرع سرطان الدماغ الجلايبلاستوما من سرطان مريض عراقي سنه 2005 زرعنا الورم يعني زرعته في وقتها من جابوا العينه من مستشفى العلوم العصبيه لمريض عراقي عمره 72 سنة ومن ذاك الوقت لحد الآن هاي الخلايا ما زالت تتكاثر عندنا بالمختبر وموجودة. وقمنا أيضا بتجميد السيدز الأولية يعني البرايمري كلتشر من زرعنا البساج الأول والثاني والثالث كلها قدرنا نجمدها بليكويد نيتروجين بحيث أنه نقدر نطلع خلايا يعني من ذاك الوقت كانت بحيث نوفرها للباحثين. وهاي صورة الخلايا بالمجال الإلكتروني قدامكم تشوفوها. ايضا زرعنا اورام من سرطان ثدي لمريضه عراقيه والمريضه الخاصه منها اي ام جي الاي ام هم الباحثين اللي اشتغلوا باحمد ومرتضى وكذا الجي على اسم المريضه الجابريه. طبعا زرعنا الورم اكيد يعني بموافقتها وبعلمها فصار اسم الخط اي ام جي سنه 2013 ام جي 13 يعني 2013 وفي مشروع البحث نشر في 2015 والورم ما زال موجود وهذا ايضا كان موديل لدراسة أي واحد عنده علاج يجربه على خلايا سرطانية ما بيها هرمون الريسبتور ما بيها هرمون الريسبتورز اللي هو الاستروجين والبروجسترون ممكن يجربه على هذا الموديل. طبعا هذا الحكي نقدر نوفر هذه الموديلات العراقية بالإضافة إلى وجود الموديلات العالمية الأورام السرطانية العالمية. هاي الصورة اللي قدامكم هي المجرى الإلكتروني أيضا للخلايا السرطانية اللي احنا زرعناها للمريض العراقي وهاي الكاركترايزيشن اللي سويناها باستعمال تقنيه الاميون سيتوكيمستري اللي شفنا بها انه الاستروجين ريسبتور نيجاتيف البروجستيرون ريسبتور نيجاتيف والبركا 1 والبركا 2 بوزيتيف. وسوينا بعدين دراسه للسيكونسنج وطلعت عندنا انه الفانكشنال انه هذا التيومر سبرستر جين فعال وقت اللي هو البركا 1 البركا 2 فانكشنال وظيفي ما زال موجود وشغال بهذا الخط.
ايضا قمنا بتطوير بعض الموديلات بالفئران عن طريق تجريع المواد المسرطنه كالبريستان اويل، وطورنا البلازما سيل تيومر السايتس على شكل السايتس تيومر بالفئران، وايضا هذا كموديل موجود عندنا بالمختبر ايضا اللي يحب يجربه، اضافه الى انواع اخرى كالميموري كارسينوما والهيباتوسيلر كارسينوما وانواع اخرى. وغير لايف ودني ايضا انسى انه بالتعاون مع احد زملائنا بكليه الطب البيطري، كان احد طلاب لمركز بحوث السرطان اجى هو دكتور يحيى، طورنا خط مشترك اللي هو البوفاين لومفوما، وهذا البوفاين لومفوما موجود عندنا بالمركز ايضا، وهذا الخط ما زال مصاب بفيروس البوفاين لوكيميا، وهذا ناتج من تعاون ايضا بين مركزنا وكليه الطب البيطري جامعه القادسيه. واسف جدا على الاطاله وشكرا جزيلا على حسن الاصغاء، ونرجع المايك للدكتور جبار استاذنا الغالي. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا دكتور احمد، شكرا على هذه المحاضره القيمه الغنيه، وشكرا لجهودك. واسف على الاطاله طبعا يعني. لا بالعكس، لا بالعكس، شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا للحضور الكرام. يبدو أنه بعض الحضور جايين على مود القيمة، بس نزلنا الرابط، نزل العدد من 152 إلى 107. المهم المهم أخوان مسجلين لحد الآن 173 دكتور. أي بالنسبة للأخوان الحاضرين اللي يحب يسأل بس يعين، يعني كان الدكتورة إسراء أو الدكتور أحمد، الآن راح نفتح المايك اللي يعجبه مجرد انه يرفع ايده حتى نفتح عليه المايك، بس يسوي رايز هاند حتى نفتح المايك عليه، او استاذ حسنين افتح المايكات او انطيهم سماح حتى اللي يعجبه هو يفتح المايك ويسأل. جاهزين دكتورة إسراء ودكتور أحمد الشمري؟ جاهزين. وبهاي المناسبة أيضا أذكركم أنه يوم غد الساعة 1:00 ظهرا راح يكون عندنا محاضر مستضاف من جامعة أوكسفورد، الساعة 1:00 تفضل دكتور ميران. السلام عليكم. وعين دكتور، شلون اخبارك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا، رمضان كريم عليك. الله يسلمك. عين دكتور، شكرا هالمحاضره، وشكرا دكتوره اسراء ودكتور احمد. سؤال الدكتور احمد مجيد. نعم طبعا، مشكور دكتور احمد، معلومات كلش وافيه، بس انا اللي اعرفه بان الدول اللي يصير بترايل او ينباع ترجع نسبة إلى المكتشف، يعني للباحث، هل هذه صحيحة أو مو صحيحة هذه الفكرة؟ السلام عليكم. طبعا شكرا دكتور ميران على السؤال، وحقيقة يعني أيضا أرحب بك، ورمضان كريم إن شاء الله. رمضان كريم عزيز دكتور ميران. طبعا دكتور كلامك يعني هذا كلش صحيح، يعتمد على شغلتين. الأولى الاتفاق بين الباحث والشركة الدوائية. نعم. يعني إذا كان اللي يطور العلاج هو فريق بحثي، والفريق البحثي هو وحده من عن طريق الجرانت اللي حصلها من هاي الجهة، السبونسرز اللي تعرفها حضرتك أنت أكيد حصل من عندها جرانتات. أي نعم. وصلوا مرحلة الإن فيترو والإن فيفو سووها، ووصلوا للبريكلينيكال، وبذاك الوقت الشركة جت تشترد من عندهم الحقوق، يصير اتفاق بيناتهم، يبقوا عندهم شير، يشتروا منهم بالكامل ويطوم فلوسهم ويطلعون من الموضوع، يبقوا لهم نسبة من الربح، هذه اتفاق. أو أكو الشغلة الثانية أنه الشركة الدوائية تبدي المشروع من الصفر، الشركات الدوائية العملاقة فايزر ونوفارتس وغيرها، ذولا هم عندهم مختبراتهم وعندهم معينين، عندهم باحثين، وهم يجربون آلاف المركبات سنوياً. أكو نوعين إذن، فإذا كان النوع الثاني، النوع الثاني بالحالة البحث يأخذ راتب ما حسب يعني مع الشركة الطبية، هذا ضمن خلينا نقول قوانينها الداخلية. لكن الجروب الأول أتوقع هي هنا راح يحصل اللي يقدر يفاوض ويحصل على إن شاء الله نسبة من أربعة، وأي واحد من الزملاء يقدر يطور هذا الشيء إن شاء الله ندعو له بالتوفيق.
لا لا نحن عندنا فريق هنا بحثي على يعني يشتغل على الداء السكري والله فاوض يعني هسه يعني ياخذ تقريبا على المبيعات 20% ما شاء الله يعني 20% يعني في رقم يعني اي طبعا هذا اذا 20% وما راح يبيعون بالمليارات هذا مليارات يعني راح ترجع بس ال 20% اول شيء ترى الجامعه الام لها نسبه والباحث او الجروب اللي يسوي طبعا طبعا يعني سهل اي واحد بينا دكتور يطلع براءه اختراع ويريد يبيعها الجامعه لها حق لانت الافليشن ايش كاتب افليشن مالتك يعني ايش كاتب وجهه المنتمي لها جامعه القادسيه جامعه المستنصريه لها لها نسبه طبعا طبعا حبيبي تسلم تسلم دكتور احمد حبيبي اهلا دكتور شكرا مداخله هاي المداخله تشجع الباحثين على انه طولوا ادويه ان شاء الله الله يسلمك حبيب قلبي شكرا اعتقد دكتور فرقان رافع ايده شكرا جزيلا دكتور السلام عليكم اهلنا الطيبين كلكم اخواننا في الديوان عليكم السلام زميلنا واخونا دكتور فرقان شرف فيك الله يحفظكم دكتور احمد مشتاقين لك والله رحم الله والديك على المحاضرات الطيبه الطيبه جدا تواجدي شكرا جزيلا دكتورنا الغالي انا ما عندي سؤال بس الشهايه اخويا مال مركز شو اسمه السرطان مرتين سجلنا يمك وما ادري وين تشروه ما تقول لي بروح ابوك دكتور تدلل بس راسلني على الخاص وانا اتابع لك الموضوع بعيوني تدلل رحم الله والديك شكرا جزيلا لك شكرا بالخدمه بالخدمه هذا ولا هو خارج ايش اسمه خارج الموضوع شكرا اوكي شكرا دكتور فرقان اعتقد دكتوره زهراء الموسوي دكتوره زهراء الموسوي إذا ممكن تفتحين المايك السلام عليكم عليكم السلام تفضلي أنا السلام عليكم شلونكم عيني دكتور أحمد ودكتورة إسراء زملائي الأعزاء من أيام الجامعة دكتورة زهراء أهلا دكتورة أهلا شلونك عيني الدكتورة إسراء أهلا بيك حبيبي من جامعة القاسم الخضراء اهلا وسهلا طبعا اهلا وسهلا بك دكتور طبعا اشكركم دكتور اسراء ودكتور احمد على هاي المحاضره الرائعه كلش حلوه واستفادينا منها كلش هواي بس عندي سؤال الدكتور احمد دكتور حاليا العلاج بالستيم سيل للسرطان متوفر بالعراق لو ما موجود بس بالخارج بالنسبه لمرضى اللوكيميا اي متوفر اكو مركز بمدينه الطيب وبغداد موجود نعم واكو مركز حاليا فتح بالنجف اصور الدكتور ناصر هم ماتكن مسؤول عنه واكو هواي اماكن نعم مرضى اللوكيميا طبعا خصوصا جماعه المالتيبل مايلوما بس لوكيميا دكتور هو العلاج المتوفر حاليا طبعا فقط هذا المالتيبل مايلوما اللي يعني شنو الاورام اللي اساسها من نخاع العظم هذا اللي اساسها من نخاع العظم يسوون يعني بس هذا اللي موجود بكل اغلب اللي موجود عندنا بالعراق نعم حاليا هو هذا الموجود نعم ما الخلايا الجذعيه ما ممكن تساهم بعلاج اورام مثلا السرطان الثدي شو ما شو علاقتها بالموضوع يعني لا ما لها علاقه المبدا هو انه اللي يصير راديشن وساتوكسيك دراج اللي قتل خلايا نخاع العظم اوكي بحيث تموت الخلايا المولده للسرطان بعدين يتم اعطاء خلايا جذعيه سليمه تعوض نخاع العظم المريض وبالتالي يرجع المريض يعيش صحيح. طبيعي صحيح احنا فاهمين الفكره دكتور بس يعني قصدي هسه هو هذا انجح علاج لو اكو غيره بعد اكو فد شيء اكثر تطور لا هو حاليا هذا يعني علاج هو المعتمد طبعا لجماعه المايلوما مالتيبل مايلوما اساسي جدا هذا شكرا جزيلا شكرا اعتقد دكتور عاصم ايفون السلام عليكم دكتور عاصم ايفون نعم نعم دكتور عاصم معك من جامعه السلام تفضل شكرا جزيلا للمحاضرين حقيقه مداخلتي ويا دكتور احمد قد تكون اكثر يعني تفضل دكتور موضوع احنا تعرف يعني اختصاصي اورجانيك سينثيسيس نحاول قدر الامكان نشتغل على الديزاين ونشتغل يعني قدر الامكان بالاتجاه الصحيح انه مو راندوم شغلنا يكون ديزاين يكون عندنا تسمعني دكتور العفو اي قول عاشت ايدك يعني ممتاز هذا اللي يقوله تسلم دكتور الله يخليك جزيل الشكر يعني الابروش ده يكون عندنا للديزاين على يعني ستراكشر ريكويرمنتس لكن دكتور تبقى المشكله اللي نواجهها بصراحه موضوع الامكانيات الماديه وشلون انه انا القى السيل لاين وشلون انه اشتغل والتكاليف
ما اعرف ايش وقت احنا نقدر نتجاوز الروتين هذا يعني العوائق اللي تحجم البحث العلمي والقضايا اللي ما اعرف اتمنى انه نناقشها بكل ندوه وبكل محاضره. يعني قضيه الاشراف والاشراف المشترك، قضيه منو اسمه يكون على البحث، ومنو وقضيه انه لما جهه معينه تساعد طالب الدراسات العليا لا يعني ما يسمحون انه يخلون اسم هذه الجهه، يعني كثير من العوائق اللي فشلون نحل هذا الموضوع دكتور؟ شلون ممكن انه نتعاون ونحل هذا الموضوع؟ موضوع السير لاين حضرتك سيد العارفين مكلف بالنسبه للطالب وبالنسبه للباحث. نعم. احنا موضوع السينثسيس اصلا يعني ننفق اموال كبيره وغالبا الطالب المسكين اللي ينفق اكثر شيء. صحيح. لكن من نجي نوصل للابلكيشن، فمن نقارن شغلنا يعني الفكره الديزاين ممكن نروح بيها يعني 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 نحقق نتائج جيده مبدئيا، لكن من اجي اريد اشوف الستاندردز اللي تمشي عليها المجلات واللي هي بالنتيجه هي ريكوايرمنت صحيحه، يعني مو مساله يعني هو مو ترف علمي، هو لا هي ريكوايرمنت صحيحه، لكن متى نقدر نحققها؟ هو حكينا لك انه ريكوايرمنت لازم ان فيترو ان فيفو ما بيها مجال يعني. وهسه خب نعم. يعني اوكي دكتور يعني لا دا اشوف شغل يعني كثير من الشغل هسه يعني المرحله الاولى الشغل الان فيترو دا يشتغل يعني لكن اكو بارامترز كثيره. انا بالنسبه لي ما يعني ككيمست كسنثيتك كيمست اصمم الجزيئه واحضرها، تبقى قضيه باقي التفاصيل هسه انا مو اكسبيرت بيها وبنفس الوقت الفاسيلتيز ما موجوده عندي. بالنتيجه اقدر احق يعني شلون نقدر نتعاون بحيث انه او شلون نكسر هاي الحواجز بصراحه. هو الموضوع يعني انا اللي دا احاول اطرحه قدر الامكان هو اوسع من موضوع المحاضره حاليا. نعم نعم نعم. يعني هذه اتمنى يسمعوها اذا كان الناس موجودين من الوزاره من المركز من الجامعه من اي مكان. احنا بهالوضع هذا مع هذا الروتين ما نقدر نشتغل، او يعني دا نشتغل لكن دا تحجمنا امور حقيقه ما تمثل العلم بصله، امور قضايا روتينيه. على العموم شلون دكتور ممكن نقدر نتعاون بهالموضوع هذا؟ هل انه المركز يعني ممكن انه يوفر خدمات اللي يعني تكون اسهل على الطالب يعني لما افضل مما يكون يرسلها الى دوله اخرى؟ وبالمناسبه العينات اللي ترسل الى دول اخرى غالبا تجي النتائج يعني قد انه مو صحيحه، النتائج يعني قد تكون انه مجرد انه حتى ترضي الزبون حتى يجيب زبون اخر، هذه مشكله اخرى نواجهها. نعم دكتور لا تسمح لي يعني اجاوب حضرتك يعني انت اسف جدا طورت بمداخلتي ويعني شكرا جزيلا واسمع من حضرتك. لا لا ممنون بالعكس، هو نقطه مهمه يعني احنا شكرا. حتى ما يكون كلامنا بس نظري يعني دكتور جبار يسمح لي بالاجابه. تفضل اكيد دكتور انه حتى احنا اهم نقطه عندنا الابلكيشن ضافت حضرتك الكثير من الباحثين سواء الكيميائيين او اللي يشتغلون بالنباتات الطبيه وكل الاختصاصات الدوائيه وغيرها يطورون العلاج لازم يجربوه هذا الابلكيشن هو البايولوجيكال ابلكيشن. والنقطه اللي ذكرتها مهمه جدا هي عمليه انه توفير التمويل اللازم للعمل. احنا عندنا هواي نقاط خلل كل احنا كباحثين هسه اعتقد اللي حاضرين هسه الموجودين واحد قل العدد ما شاء الله صرنا 81 الواحد كل احنا اللي نهتم هاي النقطه هسه اللي موجودين حاليا كل احنا نعاني من هاي النقطه وهاي معاناه مشتركه. اول نقطه طبعا دكتور لازم نثبت انه هل فعلا انت العلاج اللي قاعد تطوره هو او الشيء اللي قاعد تطوره هو فعلا يستحق الصرف عليه. تعرف برا برا موجود انه الجهات المانحه الجرانتيز مو صحيح؟ احنا بالعراق ما عندنا هذا الشيء الجرانتيز. قبل حوالي 7-8 سنوات او توقفوا كان عندنا وزاره التعليم العالي بإدارة البحث والتطوير كان تقدم البحوث الرياديه تقدم ابلكيشن لهم تقول لهم انا عندي فلان مشروع يعني بغض النظر انه تطوير دواء للسرطان او لا يعني بشكل عام كان هم عندهم يمولوك كانوا 5 ملايين دينار 10 حسب قناعه اللجنه الموجوده بالوزاره. بعدين توقف هذا الموضوع من 2014 سعودا توقف. بس احنا هسه احنا اعتقد انه اذا صرت توصيه من هاي الندوه من الندوات الاخرى يعني دكتور جبار سيد العبيد موجود ويانا يعني والزملاء بجامعه القادسيه رفع توصيه للوزاره. يعني الوزاره اذا تقدر تخصص يعني فد 5 مليون دولار مو هوايه ترى بالنسبه لميزانيه وزاره كمثال يعني الى ترجع المشروع ها ترجع المشروع هذا اللي هو مال البعوث الرياديه ويتم اللي عنده بحث جيد واللي شلون حضرتك تفضلت مصنع مركب يستحق التعب
ويكون مصمم بشكل جيد ويرفع التقرير مالته الى اداره البعثة الرياديه واللجنه الموجوده بالوزاره تكون لجنه لازم مو لجنه حياديه مو الحيازيه يعني مو لجنه اللي بس صديقي اوافق له لازم اجيب وخليها بلايند انا برايي يعني حتى اسماء المقدمين شلون الريفيور من المجلات اكو دبل بلايند يفضل تكون دبل بلايند مو سنجل بلايند احنا عاده بالنسبه للجرانتيز عندنا بالوزاره كان قبل ارفعها للوزاره هم يعرفون اسمي بس انا ما اعرفهم وبالتالي يكون حيازيه انا هاي اقترح هسه من هذا المنبر انه تكون ان ترجع هاي العمليه بتخصيص ترى 5 مليون دولار حتى لو كانت الدوله منهاره ماليا هم مو فشي ترى الوزاره يعني ترى المبلغ هذا كلش ضعيف مقارنه بميزانيه الوزاره هذا البحث العلمي من اقدمه واعطي لدول الباحثين 5000 دولار يعني اقسمها على 5000 دولار ايش قد راح يصير عندنا اكثر من 1000 باحث ترى تتوزع عليهم وهذول الباحثين مثل حضرتك المتميزين اللي قدروا يصممون علاج حاسوبيا متميز وبعدين صنعوه مختبريا الناحيه الكيميائيه صحيح ها وارفع هاي البريليمينري ريزلت للكوميتي بالوزاره وشافوه المفروض يمولوه حتى يصير ابلكيشن بايولوجيكال ابلكيشن السيل لاين لان شغل السيل لاين ايضا كمعدل هم مكلف بس احنا شنو نهتم نقترح هنا أنا ما يعني انا شخصيا مثلا طلابي ما افضل يدزون الى احد يشتغل لهم يفضل هم يشتغلوا بيدهم يعني لسه احنا السيل لاين مركزنا متوفر الحمد لله يعني صارنا من سنه 2001 انا اشتغلت بالمركز بعض السرطان عملنا على توفير بنى تحتيه يعني بجهود مع يعني الكادر مالتنا بجهود المنتسبين للمركز قدرنا نوفر سيل لاين ونشتغل بحوث الكانسر سيل لاين والانيمال موديل فالطالب من يجي يشتغل يمنا يشتغل بايده وكل تجربه لازم يعيدها 3 مرات ولازم تطلع النتائج ريبروديوسبل تعرف هذا الشيء دكتور يعني من جرب اول مره على سيل لاين واحد طلعت نتيجه يعيدها مره ثانيه كنت تطلع نتيجه متقاربه مو شرط تكون متماثله لازم متقاربه يعيدها مره ثالثه وهم تطلع متقاربه يلا اعتمد النتيجه انت من الدز الى برا الى احد ها راح يعيدك اياها مره واحده ما يعيدك اياها 3 مرات لان انت ما تدفع فلوس مال 3 مرات صح لو خطا فاذا عندك مشكله مو يقول هاي النتيجه مضبوطه هاي خاضعه للتكنيكال ايرور خاضعه للايرور لحساب النتائج خاضعه لايرور ب لو غلطه بسيطه باضافه الام تي تي اذا كانت تجربه الام تي تي مثلا ضفت كميه اقل او ضفت كميه اكثر تطلع نتيجه ما مضبوطه مو لكن دكتور الاونستي مال ديلر هذه مشكله لنا يعني نعم دكتور لذلك الطالب لازم يشتغل بايده وتوفير التمويل حتى الطالب يشتغل بايده ضروري جدا زين ولازم انه الباحث اللي حصل تمويل يشتغل واللي ما حصل تمويل خليه يطلع على غير موضوع خليه يدرس مثلا بالانفيفو بالفيران فيران او يعني متوفره واسهل خليه يدرس على توكسيكولوجي يدرس على شغلات اخرى او امراض اخرى يعني يستحدث سكري يعني يدرس على امراض اخرى مو على السرطان اذا كان السرطان صعب يحصل سيل لاين يعني حتى يحصل اونستي مثل ما فضلت حضرتك ضروريه جدا بالعمل انه يكون تحت اشراف وعيون المشرف او المشرفين والطالب يعيد النتائج اقل شيء 3 مرات لكل تجربه بهذا الوقت اذا سوينا هذا الشيء نقدر ننجح واذا نبقينا بالعشوائيه راح يظل عندنا جانك ريسيرش بحوث جانك يعني للاسف فعلا وجرب على سيل لاين واحد انسان ما راح يجي تقييم بحوث او تقييم براءه اختراع جايين مركب مجربيه على سيل لاين واحد فقط ولا براءه اختراع او ليش ما بيبر وهذا حد جدا مو صحيح ترى ولا ممكن هيك بيبر تطلع بسيل لاين واحد ومره واحده مجربه وما دارس حتى ميكانيستك استدي ماركو وهذا اتمنى انه دكتور جبار يساعدنا بهذا لرفع هذا المقترح للوزاره دكتور هذا يعني اعتقد المايك لك هنا بهاي النقطه ما دكتور جبار انت معتني لا عموما دكتور شكرا جزيلا اتمنى حقيقه اظن صوتي وصوتك انه يعني ترفع توصيات حتى تكون هذه دكتور جبارك مشكله يمك بالصوت دكتور دكتور جبار اي دكتور جبار مشكله بالمايك دكتور اذا تسمعنا هو انا بس اريد من عنده يرفع لنا هاي التوصيه كلش مهمه حقيقه يعني انا الدكتور اعطانا نقطه جدا مهمه يعني اساسيه للعمل والا نظل بس نحكي نظريات والا عمليه انه فعلا نوفر تمويل وهي يرجع للعاديه بالوزاره ويتم انه اي استمعك يشتغلون بايديهم نعم دكتور جبار نريد منك ترفع لنا هاي التوصيه مهمه للوزاره دكتور
إن شاء الله. دكتور أحمد إذا يسمعني، لأن هو مسؤول عن رفع التقرير عن هذه الورشة، فيثبتها يما إذا يسمعني دكتور أحمد. دكتور سمعك، سلام عليكم. شكرا جزيلا دكتور عاصم، عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. شكرا، شكرا للدكتور أحمد، شكرا للدكتورة إسراء، شكرا للأخوة الحضور، طبعا ممتنين منكم جميعا. دكتور، أيضا دكتور أحمد همات خلنا نستغلها إذا رفعنا توصيات، هل أنه أكو قانون بالوقت الحالي على تجربة أي علاج نريد نجربه على المرضى؟ موجود عندنا قانون بالعراق لو لحد الآن ما مقر هذا القانون؟ دكتور أشكرك على السؤال. إذا نحكي على التجارب السريرية على البشر، أكو نقطتين، أكو نوفل المركب جديد ما حد مجربه سابقا، ما حد مكتشفه سابقا، ما عندنا قانون يجربه على البشر حسب معلوماتي يعني من وزارة الصحة، وذاك واحد يصلحني يا ريت. يا ريت أنه حتى نرفعها أيضا بالتوصيات هذه. إذا مركب، العفو، إذا مركب أو دواء موجود بالسوق ومي موافقة على علاج، شلون قلنا علاج سكري مثلا أو علاج ضغط أو كذا، وبي تأثير علاج للسرطان، أكو لجنة بالوزارة، لجنة أخلاقيات تعطي موافقة تجربة على اللي خلينا نقول لي علاج آخر، مرض آخر، أكو لجان. بس الجديدة والمستجدة والنوفل كومباوندز ما لها قانون بالعراق. ما لها. نعم. أهلا. إذا أحد عنده بعد سؤال ما أعرف دكتور جبار. لا شكرا أخوان. أعتقد كانت ختام رافعة إيدها أو بعتها دكتورة ختام. أوكي شكرا جزيلا للجميع، وشكرا دكتور أحمد، شكرا دكتورة إسراء، وإن شاء الله أذكركم أنه يوم غد الساعة 1 ظهرا عندنا محاضرة قيمة يلقيها أحد المستضافين من قبل جامعة أوكسفورد، أعتقد قسم الفارماكولوجي، موضوع ممتاز جدا وأرجو من الجميع الحضور. وبالنسبة للأخوان اللي الرابط ترى يشتغل وجربناه أكثر من 20 مرة، بس ما أعرف بعض الأخوان يقول ما يشتغل، لا يشتغل، ومعظم المشاركين دزوا بالشات أنه استلموا الشهادات مباشرة وصلت لهم عن طريق الإيميل. أما بالنسبة للسبيكرز راح تجيهم شهادات خاصة كسبيكرز. إذا ما أكو سؤال، أكو شغلة دكتور، يعني أغلب جاي تجين هواي رسائل يعني على الإيميل فيدباك يقولي إنه الإيميلات اللي جاي يسجلون بها غلط، يعني كتابة الإيميل اللي جاي يكتبوه غلط فما توصلهم شهادة، فهاي مشكلة مني. هاي مشكلة لازم. المشارك يعني إذا المشارك يكتب إيميل خطأ فهاي مشكلته، يعني إحنا شو نسوي؟ فنرجو المعذرة من اللي هم خطأوا بإيميلاتهم. كل ما تكون ما أدري صوت دكتور جبار راح من يمي، والله أنا هم راح من يمي. دكتور تسمعنا دكتور جبار؟ أتوقع يعني مشكلة عنده بس بالميكروفون. يلا إذا هاي ننهي. صوت انقطع ورجع من جديد. دكتور جبار تسمعنا؟ للأسف. دكتور أحمد ما عندنا شيء بعد، ما عندنا شيء، ننهي الأستاذ حسنيا. شكرا جزيلا للأخوة المحاضرين، شكرا جزيلا لكم، شكرا شرفنا بكم، شكرا على الاستضافة وشكرا للحضور، وجدا ممتن على حضوركم ومشاركتي وياكم، شكرا جزيلا. شكرا دكتور أحمد، شكرا دكتور إسراء، مع السلامة. شكرا دكتور أحمد، شكرا عيني، شكرا جزيلا.